انا من العاصفه ديال البارح بلا ما نقولوها واحد الحاله ما صندناش بعدها الضوء علاش نوضوا نصيقوا داك العجاج وداك الغبره اللي دخلت لينا وشحال من واحد طار ليه القزطير وجا في الليل ما صابش الضوء علاش يهزو نيت هاد السيد هدارو طار ليه القزطير البارح في الليل وجا ما صابش حتى علاش يطلع يهز داك القزطير غير ستر الله وصافي. وحنا تنطالبوا بهاد المسؤولين مشينا اختي ديك السيمانه ما جاوبونا حتى شي حاجه ضالين واقفين النهار كله تما كاينات في العماله واليوم عاوتاني مشينا للعماله ضالين واقفين ما عطاونا حتى شي جواب. حنا بغينا الجواب حنا تنطالبوا منهم غير بالضوء حتى الماء راه تنقدروا نشربوا حار ونسكتوا الضوء اللي واحد نقولوا واحد الكارثه طايحين فيها حنايا يعني لو وقعت شي حاجه في الليل ما تنقدروش نخرجوا فداك الظلام وما حدانا لا بوله لا شي حاجه اللي تعطيك غير شويه ديال الضو ما كايناش ما تقدريش تخرجي حتى في الليل. وتنطالبوا من هاد المسؤولين شي حاجه عاجله الضو عاجلا لانهم مكرفسين واحد التكرفيصه خايبه الا الله يستر غير وقعت شي حاجه ودابا ها الشتا جايه ها البرد جايه جاي الا وقعت شي حاجه كي غيدير هاد بنادم. وفي الشتا تيكون ظلام ماشي تيكون تا مازال دابا راه تيكون شويه الضو كاين اما الشتا تيكون ظلام وتيكون البرد تنطالبوا منهم يديروا لنا شي حل. اختي كنا مشينا عند واحد مشينا عند العماله اليوم يعني ما استقبلنا حتى حد يعني من العشره وحنا واقفين تماك لحتى الجوج جات النهار حتى واحد ما استقبلنا. كل مره كنمشيو عندهم كنقول لهم يعني يخرج غير مسؤول يعطينا غير شي كلمه ونمشيو بحالاتنا ما خرج حتى شي واحد ما داها فينا حتى شي واحد وتسخسيخ ومعنا الدراري الصغار وكاينين العائلات اللي مرض وواحد الحاله لا اله الا الله. بغينا حنا غير شي مسؤول غير مسؤول اللي غير خرج ويهضر معانا ويقولنا غير كلمه غير كلمه باش يهدينا الاعصاب ديالنا ما كاينش والو. وكنطالبوا محمد السادس من هاد النداء كنطالبوا محمد السادس ومن المسؤولين وقفوا معانا ويتجهوا لينا راه حنا مكربسين انا واحد التكربيصه راه لا اله الا الله لدرجه البارح راه حتى واحد ما قدر يخرج عباد الله نيت هنا طار لي من الزنق ديالهم واحد الحاله كي دايره الدراري الصغار البارح تكربسوا كيغوتوا البارح الدراري الصغار هذا يعني ما قدوش يخرجوا في داك العجاج. واش نقول لك كنطلبوا من المسؤولين ومن الناس ديال العمل اللي كنمشيو عندهم وما كيجاوبنا حتى واحد وما كيخرج عندنا حتى شي واحد غير يستقبلونا اضعف ايمانا قلنا غير كلمه غير ريحونا ونجيو يعني من الاولين اللي كنمشيو عندهم كيقولنا سيروا ونخدم معكم العنف حشومه. حنا ملي كنطالبوا للسلطه وكنهضروا معاهم وما كيجاوبوناش يعني فين غنمشيو عند من غنمشيو حنا معولين على الله وعليهم هما وهذا الشيء اللي كاين ولا اله الا محمد رسول الله. علاش ما خرجوش يستقبلونا ولو يدخلوا عي شخص واحد ويقولوا ليه اش كاين بغينا نعرفوا واش هذه حقره ولا السلطات ما كديهاش في الشعب. هذا هو سؤالي الوحيد دابا اللي غنوجهه ما غنكثرش في الهضره ولكن هذا هو سؤالي الوحيد. علاش خلونا وكاننا ما ليناش الوجود جلسوا كيشوفوا فينا وكاننا ما عندناش الوجود. داكشي اللي كاين راه قلناه طلبنا السلطات هضرنا بغيناهم يقولوا لنا كلمه واحده ما قالوهاش لينا وهذا هو سؤالي الموجه لهم دابا. علاش حنا ما استقبلتوناش ما درنا فوضى ما درنا حتى شي حاجه علاش ما دخلتوش واحد ولا جوج وعطيتهم كلمه كلمه اللي من حقنا. هذا هو اللي غنقول. اما الدور راكم عارفين الظروف اللي حنا فيها وحنا راه حنا في دوار شياد ما في ديك العرصه ورا العمل حتى حنا اليوم مشينا وطالبنا بالحق ديالنا كاي مواطن مغربي حر وحامل البطاقه الوطنيه مشينا مسيره سلميه حنا والاخوان ديالنا الاخوات ديالنا مشينا مسيره سلميه فيها صوره سيدنا الله ينصره وفيها الرايه المغربيه اللي كنفتخروا بها جميعا العلم الوطني اللي كيفتخر به اي مغربي ولكن بدون جدوى. دابا ثاني مره حنا كنمشيو وما داوها فينا ما سولوا فينا ما والو والبارح نيت حنا ناعسين حنا راه لا زيتي دابا وتشوفي حنا على عندنا لالين الكبير ديال كازا البارح كان غادي ترتق واحد الخيط وغادي ينزل فينا البارح كان كيتزنزن قلنا صافي راه واحد فينا غيتخسرنا منين حنا فوقنا لالين ديال كازا علاش حنا ما عطيوناش خيط ديال الضو ابسط الحوايج هو خيط ديال الضو عطيتونا لاكارت ناسيونال الله يجازيكم بخير ولكن خيط ديال الضو راه خص الوليدات هادو باش يقراو الوليدات ديالنا هما كلهم ضايعين علاش غيقراو هاد الوليدات هاد الظلمه بدات كطيح والوقت ولا كيظلام دابا مع البرد والشد غير كيظلام الحال هاد الدري باش بغيتوه يوقف كتقول علاش ولاد الشاب خارجين متشردين ها العبره من عندنا من هنا الدري ما عندوش فاش غيحفظ باش غتوقع منه غتوقع منه غدا وبعد غدا يكريسي يتشمكر
لان ما لقاش باش يقرا. الوسيله الوحيده هي الضو، ما لقاش الدري باش يقرا. المستقبل ديال الطفل فين هو؟ فين هو حقوق الطفل؟ فين هو حقوق الانسان؟ حنا ما بغينا والو، كنطالبوا حاجه وحده، ان السلطه تشوف من حالنا وتوقف معنا على بوطو ديال الضو. ما طلبنا منهم والو، اما العجاجه والتراب حنا عايشين بها والحمد لله شحال من عام. ماشي عاد دابا يلاه غتجينا العجاجه والعاصفه فوق راسنا، الشك بدا تضرب، الوليدات ما كينعسوش، كينعسوا مجموعين مع بعضياتنا، عيب وعار. غادي نطالب حاجه وحده، بغينا الضو، بغينا الضو، محتاجين ليه بزاف، على قبل وليداتنا وعلى قبل ريوسنا حنايا. حيت كنت كنرفصو بالظلام. دابا كي هذاك التشاش ديال الضو دابا ملي كيبدا يتحرك مع الريح كنخافو، الدراري بداو كيغوشو، انا بناتي بداو كيبكيو كيغوشو. اشي قالت لي لا ما بغيناش نبقاو جالسين هنا، يلاه نمشيو. كلنا تجمعنا في دار وحده، ما خفنا الصراحه، خفنا يتقطع غير خيط ديال الضو ولا شي حاجه، غادي نوليو حنا كاملين. كنتمناو الضو، هذا الشيء اللي كنتمناو، كنتمناو يستقبلنا شي واحد في العماله، يجاوبنا شي مسؤول ولا شي حاجه.